السلام يعني حاجة كبيرة، لو ما السلام الحين الحروب ما نقدرش نعيش. قبل الحرب يعني كنت أخرج لأسواق بعيدة والأماكن، يعني كنت أسير للحديقة أو أسير للمدرسة باستطمان وأمن. الحين أسير للحديقة بخوف، لكن لا أجد مثلا أسير مع أقربائي، لكن لوحدي لا أستطيع. أنا أتمنى وأحب أن يوقف الحرب وأسير إلى أي مكان، أحب الحديقة أي مكان أريد.